عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، سنتطرق اليوم إلى الوضعية التواصلية الأولى من الوحدة الخامسة. ما هو عنوان القصة التي درسناها خلال هذا الأسبوع؟ القطط تحب الوردة. القطط تحب الوردة. ما هو الحيوان الذي تدور حوله أحداث الحكاية؟ إنه القط. القط حيوان أليف يعيش مع الإنسان. لنتعرف على حيوان آخر. إنه الحصان. يحتاج الإنسان إلى الحصان للتنقل من مكان إلى آخر، وكذا لحمل البضائع وجر العربات. لاحظ الصورتين. الصورة الأولى تظهر حصانا يضربه صاحبه، أما الصورة الثانية فهي لحصان يجر عربة مثقلة بالبضائع. ما رأيكم يا صغار؟ هل أنتم راضون على ما يفعله صاحب الحصان في كل صورة؟ طبعا لا. إذن ماذا يمكن أن نقول له في كل حالة؟ عند النهي نقول: لا تحمل الحصان بالأحمال الثقيلة. لنردد معا: لا تحمل الحصان بالأحمال الثقيلة. لا ترهق الحصان. لنردد معا: لا ترهق الحصان. في حالة الأمر نقول: عامل الحصان برفق. لنردد معا: عامل الحصان برفق. اعتني بالحصان. لنردد معا: اعتني بالحصان. على غرار ما سبق، ماذا نقول لطفل يضرب الكلاب دائما؟ لا تضرب الكلاب. لا تضرب الكلاب. عامل الكلاب برفق. عامل الكلاب برفق. ماذا نقول لطفلة تترك قطها جائعا؟ لا تتركي قطك جائعا. لا تتركي قطك جائعا. أطعمي قطك. أطعمي قطك. لاحظوا المشهد معي. هذا كريم. لقد أمسك بعصفور صغير ووضعه في قفص، فرآه صديقه وبدأ ينهاه وينصحه. أطلق سراح العصفور. أطلق سراح العصفور. لا تعذب العصفورة. لا تعذب العصفورة. الآن دوركم. انطلاقا من المشهد، ركبوا جملتين. الأولى تفيد الأمر والثانية تفيد النهي. نلتقي في الحصة المقبلة. شكرا لكم.